على نفس ذات الزاوية، إلا أنه لازم تعرف أنه بيتعمل حصر للطلاب المصريين في مناطق الزلزال في تركيا. ومن خلال هذا الحصر أقدر أقول لك الوضع بأمر الله سبحانه وتعالى أولا مطمئن. كويس؟ طيب، وأنا هنا هاخدك ونرجع بالذهن لورا تقريبا 11 شهر، صح؟ أيام الحرب في 24 فبراير سنة 2022، الحرب الروسية الأوكرانية. وقتها اتحركت وزارة الهجرة، واتحركت وزارة التعليم العالي، واتحركت وزارة الخارجية، واشتغلوا على حصر كافة الطلاب المصريين اللي موجودين في أوكرانيا وكل الجالية المصرية اللي موجودة، وتم توفير كافة المساعدات الممكنة للإجلاء الفوري الآمن. بالمناسبة مش بس كده، ده إنه كمان وزارة التعليم العالي، أنا متذكر كويس، إنها أوجدت أماكن بديلة فوراً للطلبة اللي موجودين في الجامعات الأوكرانية علشان يرجعوا يكملوا عامهم الدراسي في الجامعات داخل جمهورية مصر العربية. هنا أخذ معانا على التليفون الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والمستشار الإعلامي للوزارة ولمعالي الوزير. ازيك يا دكتور؟ تحياتي لحضرتك. تحياتنا ليك يا دكتور. أنا كنت لسه بتكلم على أنه إحنا عندنا تجربة قبل كده كانت صعبة جدا في أوكرانيا، والحمد لله والشكر لله بتكاتف الوزارات الثلاث آنذاك، هجرة، تعليم عالي، خارجية، الحمد لله أزمة جاليتنا وأزمة طلابنا عدت على خير، وأوجدنا أماكن على طول للولاد هنا، صح كده ولا أنا غلطان؟ كلام حضرتك مظبوط، واستكمال لهذا الدور وهذا التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية. الحقيقة بمجرد يعني العلم بهذا الخبر، لأن حضرتك منصة الإشراف العلمي بإدارة البعثات بالوزارة مسجل عليها طلاب الإشراف العلمي الدارسين بالجامعات التركية، والحمد لله الخبر المطمئن أن معظم أبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات التركية في جامعات شمال ووسط تركيا، وعدد نادر جدا في ثلاث جامعات في الجنوب بالقرب من المناطق المنكوب. وده أول حاجة كانت مطمئنة من خلال تحليل الإحصائيات وأسماء الجامعات اللي الطلبة المصريين بيدرسوا فيها. النقطة الثانية حضرتك المهمة، يعني توجيهات الدكتور أيمن عاشور بسرعة التحرك، تم إرسال بريد إلكتروني في رسالة لكل الطلاب المصريين الدارسين في تركيا والمسجلين على قوائم الإشراف العلمي بالوزارة، وجالنا رد من عدد كبير الحقيقة من الطلاب. الحمد لله كانت ردود مطمئنة. بعض الطلاب هو عدد نادر جدا كان محتاج إلى دعم من السفارة المصرية، بلغنا بالفور بوزارة الخارجية بأسماء وبيانات هؤلاء الطلاب للتواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وأعلن هؤلاء الطلاب بالأرقام السفارة المصرية اللي يتواصلوا معها بشكل عاجل. الأعداد كما ذكرت لحضرتك الضخمة موجودة في جامعات الوسط والشمال، وهناك تعاون دائم، أي معلومات بتصلنا من الطلاب بأي رسائل بريد إلكترونية إذا في أي طلبات لهم بنبلغها على الفور لوزارة الخارجية. طيب ده عظيم جدا. هل إذا تحتم الأمر وإنه الطلاب عاوزين يرجعوا لسبب طبعا يعني أكيد سبب قهري أنه لازم يرجع على القاهرة، هل هنقدر نوفر لهم أماكن في الجامعات المصرية هنا يا دكتور؟ هو طبعا بالنسبة حضرتك لظروف السفر للدراسة في تركيا، كل دولة بيبالها بعض السمات. ربما كان بالنسبة لأوكرانيا كان الحد الأدنى للمجموعة هو السبب المباشر لمعظم الطلاب أن هم يكملوا دراستهم في الخارج. أيوه. احنا بنبحث حضرتك في أسباب ربما من خلال منصة الإشراف العلمي، البعض لديه إقامة عائلية، البعض بيسافر لسبب الحد الأدنى من المجموع، لكن وزارة التعليم العالي
لديها لجنة في هذا الموضوع اللي هي المعنية بالطلاب المصريين الدارسين بالخارج بتدرس أي ظروف. المهم أن الطلاب إن شاء الله ربنا يعني يتجاوزوا هذه المحنة، وده أهم حاجة. فترة الدعم النفسي حاليا لهم وأي طلبات ليهم اللي احنا نوصلها للوزارة الخارجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن أي دعم يحتاجه هؤلاء الطلاب. طبعا، وأظن حتى ممكن في حدود أخرى إن احنا بيتعمل تنسيق ما بين جامعاتهم اللي كانوا فيها في المناطق الجنوبية، وحضرتك قلت لي دي أعداد قليلة جدا، إنه يتم نقلهم لجامعات أخرى أيضا داخل تركيا بالتنسيق مع الوزارة التركية في الحالة دي. احنا حضرتك في روسيا عملنا نفس الدراسة الحقيقة من خلال المرحلة الثقافية، وقفنا على أحوال الطلاب المصريين في روسيا في الجامعات في الغرب وبالتنسيق مع الجامعات الروسية، والحقيقة تم بالفعل من خلال هذا التعاون بين وزارة التعليم العالي والحقية الثقافية والخارجية المصرية وسفارتنا في موسكو، تم نقل العديد من طلابنا في الجامعات الغربية إلى مناطق أخرى بناء على طلب الطلاب، وتم استعراض هذا الأمر في المجلس الأعلى للجامعات، وتم التيسير للطلاب وتم نقلهم بالفعل إلى جامعات روسية أخرى بناء على طلب الطلاب والتيسيرات اللي موجودة من خلال مكتبنا الثقافي والسفارة المصرية. لن نوفيكم حقوكم، شكرا يا دكتور والله. العفو واجب. شكرا يا ربي يخليك يا دكتور عادل، ونتمنى نشوف حضرتك قريب. كل الشكر لدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي.